السلام عليكم. خرجت من بيت والدها لجلب ماء الشرب لجدها. طفله في السادسه من العمر كانت تتقفز فرحا بانتهاء الفصل الدراسي الاول وبوعود اهلها بالهدايا والاحتفال، لكن فرحتها لم تدم والوقت المخصص للاحتفال صار مخصصا للعزاء. قصه مقتل الطفله نوران مجيب يحكيها لنا والدها في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود. أنا كل متعود أدخل قصر الإفاق في اليوم يعني كأني داري أو عارف ما مانوش، واضطريت أقيس قنبلة الساعة خمسة ونص أو ستة، وتلاحقني حتى للبوابة تشي تدخل معي العمل تشي, معي ال... تشي معي تدخل معي تشي تدخل معي كذا، ورجعت أختي أنا بخلي العسكري يحبسيك قال لها مش يقدرش يحبسني خلاص، تسلم علي جنب الباب. جزء اول يوم جلست انا كده ساعة يمكن بعد صلاه الفجر وجلست انا الساعه 6 صب اول ابتدائي يعني عاد اليوم الصبح تكلمنا ليش زعلانه ليش جاء 249 الدرجه حتى ليش جاء الاول مكرر ليش ليش جاء بنت عمه الاولى وبلا فخر هي جاء الاول مكرر يعني فجاه فجاه يتصلوا بي سمعنا احنا اطلاق رصاص بعد أسألهم إيش فيش، قالوا يمكن عروس كذا، على شوي أسمع الصياح، يجي لي فارس يقول لي نوران اقابل شظايا وكذا، يعني يحاول يكذب علي وكذا، بس أول ما سئلته إيش هذا؟ قال لي جاب سيلت العير قالوا طلقة بل، خلاص أيقنت إني مات في نفس الوقت لأن مع شوية أسلوبي من المستشفى الآن الحقيقة هي بخير هي كذا، وهم يحاولوا يكذبوا علي بس. قلت للمستشفى وبعدين سالت اللي يسعفوها قالوا يا مجيب احنا اخذناها مهيت يعني الطلقه قال لي بالقلب مباشره ما عايش يعني تجي نتائج حق بيدي مفرحة اني اول سنه والنتيجه الاولى وقد كان اول شهر أه اذا نجحت واشتري لي اللابتوب يعني اشتري لي الايباد حقي وكان مفرحة انه الايباد حقي قاوي جبت لي الهديه حق الايباد والان نجح بالنسبه للسنة وقال ولا مكرر وامس قال لي طبال ابي اختي هي ايش تكون دكتوره اسنان تقول لي كيف تقول لنا جميله دكتوره واني دكتوره كيف كيف قلت لها دكتوره اسنان وهذه دكتوره تقول حاجه ثاني، قال خلاص كنا على قدي وجدتي ضد <مشاربش> مشاغل بشي بنت خيرة البنات عاقلة بنت عاقلة <مشاربش> قاتل القاتل اندلي القاتل ايش ايش قررت تصلح معه؟ خرجتني من ما بارد اقول لا تش... لا تروحيش قال لا شروح انت حسيت شروح عندي القدي ما ما عند ما قتلوني جنب الفلاقه جنب الفلاقه قعدت روحنا من المدرسه من تجار الاولى من الاوائل انا وقت القذائف من 2015 انا كنت من العالقين في مصر وبيت أن أنا أجي أحب يعني أن أنا رفضت أن أنا أسيب أولادي رغم حصار الحوثي رغم كذا وقيت وخذت سلاحي وتركت تجارتي وتركت كذا وقيت أقاتل بأول الصفوف يعني في معانا ناس كانوا يتصلوا بي تعال عزل من البيت قلت لهم والله مخلوق أنا هنا أقتل داخل أشرف لي دافعت طلعت التباب وطلعت كانوا كل الناس مستغربين اللي يتصلوا بي يا مجيب اخرج يا مجيب أنت يعني مكانك التجارة مكانك لكن عملنا مظاهرة دخلت مصر ب 2015 شهر خمسة من شان نرجع لبلادي ورجعت واخذنا موقع والحمد لله عملنا اللي علينا الى ان الحصار وصلنا لا قبلها هان <applause> ما ذنبي يقتلوا بنت مني ما ذنبي من جاهل ظريته زي القمر احلاي خبر قديش يموت شطفة على الوطن هذا ما أكلش ولا اشرب ولا ناكل ولا نشرب من جاهل في يعني نص البيت قال له نص البيت هذه قلبي بروحي واتي انا ما عايش قال سبب الليل هذا قتلني قتلوني آه قيادتنا هم هم من يخذلونا قيادة حقنا هم اللي يخذلونا وما هوش على مستوى المسؤولية ولا مسؤولية أنت, أنت مسؤول على محافظة تعز يعني المفروض ما يجي لكش نوم هذا لو في مسؤولية وتخاف الله تخاف الله أنت كقائد ولا ما بالك تزهق دم أطفال يروحوا وكذا وأنت جالس تصريحة كاذبة حتى يجي يجي لك تصريحة كاذبة إنه تم متابعة قتلت الطفلة نوران وتم قتل يا أخي لا تكذبش يا أخي لا, تت... لا تتاقش بقضيتي إذا أنت بتقامل قائد المحوار ولا تقامل مدير الأمن لا على حسب قضية هذا قضية دم على الاقل يتكلم بصدق يا اخي يا اخي برد قلبي على الاقل لا تكذبش عليها قل لي انك فاشل وانك عاجز انك تقبض على قاتل بيني وبينه 100 متر الشرعية شرعيه وهذاك ومتر... عشان... وعلا... عبد ربه وكلهم الحكومه وهم انه دول القاتل يقتلوا القاتل اللي قتل بنت ابني <applause> الظلم بظلم وشارع اشاء الدنيا كلها يحكموا لي أحكم لي إنه عنده القاتل القاتل اللي قتل ابني بنت ابني يعني ما شاء الله وأنا دقايق يقتلوا الناس شحنت له وليش يقتلوا رحمة الرحمن الله يقتلوه بسيفه ما قتله بنت بنت لريت ده أحزن عليه تبكي عليه والله متسترين وش عاجزين متسترين متسترين اما عجز ما اعتقدش إحنا معنا قوه قادرين نعمل المستحيل اذا كنا خرجنا ببنادقنا كان يعني المناخ داخل ما داخل اسمية فرد كنا جالسين الاكل نشحته شحته كنا نشحت من البيوت الماء الاكل الشرب وجالسين نقاتل 12 لواء وبالاخير هذو الان قد شكلنا الوياء شكلنا امن شكلنا نقدا شكلنا شرطه عسكريه امن المركزين والقاتل يجزع من امام الشرطه العسكريه ومن الاداره الامنيه كملها والامن المركزي وبكل بساطه ومن قال له قام حقه ويجزع ويضرب على راحته تخيل ضرب يعني لما كمل الطلقات من داخل الآلي وجزع بكل سلاسه من نفس المقرات أه نحن نعبي ماء وشفنا السياره اجلس حب نوران ومع صوت الرصاص ده أكل جزء سحبه على طول في دم يدي وعند الطب حاله صيحته وقلت صيحة لقدي عم قاسم وشلينه سافنه وقالوا لقدي هذا آه آه الله يرحمه يعني إحنا لي أربع سنين أنا بقال اسمي مترس لمترس مقاتل وخائفين على الأطفال حقنا من مليشية الحوثي وكذا وهذا يجي يغدل بي من داخل يجي يقتل طفل بينما انا يتصلوا بي سلاحي وانا جالس بموقعي ادي عملي من 6 الفجر ل 12 الليل روح بين جوالي 12 الليل ما الحقش وانا اخدم تعاز واخدم بلدي واخدم من اول الناس من 2015 واحنا من جبهه لجبهه والان ماسكين مواقع وماسكين كذا وبالاخير يعني ما تامنش على طفلك جنب البيت احنا نحن اطفال تعز كامل ونحن المجتمع كامل من اول من خلقنا من بدايه من المناخ من تحت قياده توفيق دبوان قادة مليان شهداء اغلبهم شهداء صح وبالاخير يقتل بنتي اللي دخلت البيت يعني وصعبة على قائد اللي هو 17 او مدير الامن انه يحضر القاتل والقاتل بيني وبينهم كمية متر ما شاء من جنبي ولا بشي بدلها بالفستان والدنيا قال لي مسكحت الدراسه سكتوا قلنا خلاص نعمل لك حفله ترجعيش نعمل لك حفله صراحه ما رجعش اللي هي ميتة هي صح دفنة عندهم لكن انا انا عندي ما دفنة نوران نوران حيه لكن دفنت مبادئ القاده دفنت اخلاقهم دفنت يعني مسؤوليتهم الكذابه لا يكذبش على الناس لا يكذبش على الناس المفروض يصالحوا الانسان انا عاجز حتى انا ادير قسم إذا كنت عاجز المفروض أن أنا والله لا يشرفني أن أجلس في مكان لست أهله المسؤولية ليست أطقم ولا مسلحين ولا المسؤولية أنك تخدم المواطن تخدمه تخدمه وتأمنه وتخليه عايش بحرية بأمان مش المسؤولية أنك خلاص حصلت المنصب تجلس تتفشخر على عباد الله تجلس بالطقم طلعة نزلة من غير أي نتائج بني رأح <موحش بالكتورين> محمد ما قدرتش، وانا بنت بنيرة حقدر الدنيا تمشي معي معي لما شرحي معي، صراحة راسي معي، أسرع ارعي معي، أسرع كل مكاني معي. والله إذا اقتنعوا القادة أنهم يكونوا مسؤولين وأنه أدم اللي عايشين كلهم تحت مسؤوليتهم وحسوا أنهم مسؤولين صح وحسوا لدماء الشهداء اللي رايحة بالجبال والتباب والمواقع اللي خلقوا يناضلوا والله لو علموا الشهداء بما يجري الان انهم لكانوا فكروا ألف مره قبل الخروج لكن احنا نامل وما نطمح الكثير يعني مش قائد فاشل يجيب احنا الياس احنا بنات مدينه الاحرار بنجلس احرار الى ان نموت وبناضل وإذا وب... اذا قائد فاسد نغيره ما ما عندناش مشكله في ألف واحد في معنا مقاتلين في معنا احرار في ناس يخافوا الله في ناس مسؤولين تمام وان شاء الله تعي القياده السياسيه هذا الخبر وانه اطفال الناس ما مش لعبه يكفي ما عانينا من ميليشيات الحوثي ما نشيش نكرر من انه يقتلوا نحن إن القاده حقنا من قتلوا الطفل نوران كانوا يستقلون سيارة تملكها الدولة ويحملون اسلحه صرفتها لهم الدوله واطلقوا منها رصاصا كان مخصصا للدفاع عن المدينه بمن فيها من اطفال. لكنه ويا العجب توجه لاخافه المدنيين ومهاجمه بيوتهم ومحلاتهم وقتل اطفالهم. مشاهدين الكرام للحديث عن قضيه السلاح المنفلت وضحاياه المدنيين في تعز ينضم الينا المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري. مرحبا بك سيد عمر. مرحبا بك اخي الكريم ومرحبا بجمهور قناه بلقيس. سيد عمر لا يكاد يمر اسبوع في مدينه تعز دون سقوط ضحايا منذ بدايه الحرب، لكن حربا اخرى بدات ايضا في خلفيه المشهد تتمثل في الانفلات الامني في المدينه. هل لديكم احصائيه بعدد ضحايا هذا الانفلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اخي الكريم لا يخفى على احد ما يحدث في مدينه تعز من احداث داميه بسبب الانقلاب الحوثي والحرب والعدوان على مدينه تعز. نعم. هذا الاساس الذي انتج انتج يعني مستوى جديد من الحياة العامة والحياة التي يعاني منها الناس الآن معاناة شديدة أنتجتها الحرب بدءا بالقصف بدءا بالحصار وانتهى الأمر بانتهاء مؤسسات الدولة وغيابها تماما هذا الغياب لمؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية أنتج انفلاتا أمنيا صارخا تعاني منه مدينة تعز منذ سنوات آه هذا الانفلات الامني آه استغله الكثير من افراد العصابات آه هناك جريمه منظمه هناك عصابات مترابطه آه تستفيد من غياب مؤسسات الدوله من غياب الامن آه هناك ايضا استغلال لعصابات آه ارهابيه ايضا الكثير من الاحداث التي شهدتها مدينه تعز لم يكن بريئا ولم يكن عاديا بل هناك جريمه منظمه ومدفوعه بشكل أو بآخر حاولت مدينة تعز النهوض والسعادة مؤسسات الدولة وفعلا يعني حدث الكثير من من التعافي لمؤسسات الدولة وحضرت الآن مؤسسة الأمن والجيش وتم بناء جيش وطني وأيضا عادت مؤسسة الأمن آه هذه العودة تخللتها الكثير من الأخطاء بالطبع وهذا شيء طبيعي نتيجة بناء مؤسسة الأمن من جديد ولكن هناك الكثير من الملاحظات هناك الكثير من الانفلات الأمني هناك الكثير من التقصير آه أولا يتحمل مسؤولية هذا هذه الأحداث في مدينة تعز الانقلاب وثانيا التقصير الحاصل من المسؤولين على الملفات الأمنية وأيضا المسؤولين في السلطات المحلية لا بد من تضافر الجهود للعودة بمدينة تعز إلى طبيعتها وإلى تطبيع الحياة العامة نعم سيد عمر آخر الضحايا أو ربما الضحية الأخيرة التي وصلت للإعلام وتابعها الناس هي قضية الطفلة الشهيدة نوران مجيب والتي نطرحها في هذه الحلقة آه هذه الحالة والحالات المماثلة كيف ينظر إليها القانون؟ أولا هذه جريمة يعاقب عليها القانون جريمة قتل أولا تشكيل عصابة مسلحة والخروج في واستغلال موارد الدولة وأطقمها واستغلال السلاح الذي يصرف لهم من الدولة والذخيرة والتوجه به نحو افتعال مشاكل اعتقد ان خلفيه هذا الصراع وهذه العصابات التي تتقاتل فيما بين البين يعود الى احد امور اما الصراع على الاراضي واما نهب ممتلكات هذه العصابات مترابطه بحيث انها او سيطره على اسواق ايضا متماسكا وايضا السلطه على اسواق هناك الكثير من من تفاصيل. من انواع الجرائم التي تعاني منها مدينه تعز ولكن جريمه القتل هذه تسببت بها عصابه يحسب افرادها او بعض من افرادها الى الجيش الوطني. هذا هذه الظاهره اصبحت منتشره، الكثير من افراد الجيش الوطني بريئون من هذه الظواهر الشاذه ولكن بعض المحسوبين على الجيش الوطني يسيئون اليه ويسيئون الى تضحيات الجيش الذي يرابط في الجبهات والذي يدافع عن مدينه تعز ويحمي شرفها ويحمي دماء الناس واموالهم. ولكن هؤلاء الافراد المنفلتون يتسببون بمعاناه الناس، القليل من الافراد يسببون الكثير من المعاناه في ظل عدم تفعيل القانون، ماذا يقول القانون في هذه الحاله؟ الامنيه كيف كيف يمكن ان ان هذه جريمه قتل عمد نعم هذه جريمه قتل عمد جميع من كانوا على متن السياره متمالئون سواء الحاضرين مسرح الجريمه باسلحتهم او الاشخاص الذين باشروا اطلاق النار باعتبارهم مباشرين لجريمه القتل. نعم. هؤلاء جميعا يجب تقديمهم للمحاكمه بتهمه القتل العمد وتهمه تشكيل عصابه مسلحه. عاده يتم التعامل مع هذه العصابات تشكيل عصابه مسلحه والقتل العمد والتي تشكل والتي تشكل قضايا راي عام والتي تمس امن المواطن. هذه القضايا ينبغي ان يتم التصدي لها بقوه ويتصد ويت تصدى لها بامن يعني بحزم على السلطات الامنيه وعلى قياده الجيش وخاصه اللواء 117 اللواء 17 الذي ينتمي اليه عدد من الافراد المتهمين بهذه الجريمه ان يتم تسليمهم الى الامن والسلطات الامنيه للتحقيق معهم نعم. خرج علينا العديد من الاعلاميين بشكر اللواء 17 على تسليمه احد المتهمين وهذا الامر لا يجب ان يحظى بشكر هذا واجبهم وهذا صميم واجبهم وعلى قياده اللواء على على ذكر دلين. الامر ما, ما, ما الذي ما هي احكام القانون التي قررت حمايه السكان المدنيين؟ تذكير قانوني بحمايه السكان المدنيين بالنسبه لهذه القضايا بهذه القضايا في هذه القضايا قضايا جنائيه يناقشها قانون الجرائم والعقوبات الجنائية وأيضًا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب أثناء المهام العسكرية يناقشها قانون الجرائم والعقوبات العسكرية ولكن هذه الجريمة حدثت في غير مهمة عسكرية نعم. وفي ظل دوافع شخصية بعيدة عن مهام الجيش ولذلك لا يجب الإساءة إلى الجيش في هذه القضية وإنما هم أساءوا لأنفسهم وأساءوا إلى الجيش ويجب أن يتم نعم. معاقبتهم أولا معاقبة إدارية بفصلهم من وحداتهم العسكرية وإيقاف رواتبهم والتصرف يجب على قادة الألوية العسكرية وقيادة المحور أن تفعل الدوائر القانونية في الجيش وأن تقوم بإجراءات التأديب التي تملكها قانونا، هناك إجراءات تأديبية كثيرة، لدينا الكثير من العصابات المسلحة والمنظمة التي تسيطر على الأسواق التي تنهب الأراضي التي تنهب ممتلكات الناس، التي استغلت الفراغ الأمني خلال الأربع سنوات الماضية يجب أن يتم التصدي لهم بقوة، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وعلى القادة الأمنيين أن يقوموا بواجبهم، أن يقوموا إن تحلوا بروح المسؤولية، الناس يعولون عليهم، الناس قدموا الكثير من التضحيات، قدموا صحيح. الكثير من الصبر بالأجل انتظار الدولة ودفعوا الكثير من من دمائهم وأموالهم. بعد كل قضية سيد عمر العصابات والآن حضره الدولة. بعد كل قضية رأي عام تتوالى الوعود ب يعني متابعتها وجلب المتورطين فيها إلى المحاكمات والقضاء. لكن شيئا من ذلك لا يحدث عاده، برايك اين يكمن الخلل بالضبط؟ هناك خلل لا يتحدث احد عنه وهنا وهو, وهو ان هناك عباره عن محسوبيات يتم استغلالها لمنع تحقيق العداله في هذه القضايا. أن يكون أحد الأطراف منتميا إلى حزب معين أو إلى جهة معينة أو لواء معين يتم التعصب إليه من قبل أفراد هذا اللواء أو من قبل قادته أو من قبل الأحزاب التي ربما الحزب الذي ينتمي إليه علما بأنه يحظر على العسكريين الانتماء للأحزاب السياسية يجب على الأحزاب نعم. أن تتخلى أو أن تأمر أفرادها الذين كانوا أعضاء في أحزابهم بالتخلي عن عضويتهم والتجرد للعمل الوطني الذي دخلوا فيه وهو الجيش الوطني والمؤسسات الامنيه هذا التداخل في المصالح يضغط على الدوله يتم استغلال المحسوبيات واستغلال العلاقات الشخصيه والعلاقات الروابط العامه لمنع تحقيق العداله ولمساندة الافراد الذين يجب ان نتضافر جميعا ضدهم سواء كانوا من هنا او من هناك نعم. محسوبين على اي طرف يجب صحيح. تحقيق العداله انصافا للمظلومين وانصافا لهذه المدينه وانصافا ايضا للمشروع الدوله التي الذي نطمح اليه انت تابعت الكثير من القضايا واستمعت للكثير من الشهادات لعدد من ذوي الضحايا، ما هي ابرز القضايا التي يعني حدثت في هذا النمط من الانتهاكات؟ هناك اولا الجريمه المنظمه اولا اولا وقبل كل شيء جرائم الارهاب والتي تعافت ربما منها مدينه تعز بطرد العصابات والتي آه شكلت هاجسا امنيا الى الى محافظه تعز تم, تم طرد طردهم الى المحافظه يعني <applause> آه تم طردهم من من, من المدينه الى الارياف والى الضواحي ولكن يجب استمرار هذه الجهود الامنيه المشكوره التقصير نعم. الكبير واضح في الجرائم الجنائيه التي تتسم بالطابع الجنائي البحث مثل جرائم السيطره على الاسواق مثل جرائم القتل، جرائم عصابات نهب الاراضي التي نشطت مؤخرا، جرائم نهب ممتلكات المواطنين وايضا الممتلكات العامه في المناطق القريبه من الجبهات، ايضا الجرائم الاخلاقيه ظهرت مؤخرا جرائم اخلاقيه خطيره يجب التصدي لها بقوه وجرائم اغتصاب ظهرت حالات عديده اصبحت تعتبر ظاهره. الحديث عن الجرائم في مدينه تعز ليس حديثا جديدا، مدينه تعز ومن قبل الحرب كانت تشهد اعلى مستوى لتسجيل القضايا في مدينه تعز اسوه ببقيه المحافظات في الجمهوريه اليمنيه، ليس لان مدينه تعز مدينه خارجه عن القانون ولكن لانها مدينه تنتمي الى القانون. وتحتكم إليه وتعود إليه هناك مم. العديد من الجرائم في المحافظات الأخرى وخاصة في المحافظات التي تخضع لسيطرات ويتم حلها بشكل قبلي يعني ولكن لا يتم وصول نعم نعم لا يتم وصول هذه القضايا القضايا الى القضاء والى الامن ولذلك لا يتم الحديث عنها ويتم تغييبها نعم. والضحيه هو المواطن اولا واخيرا ولكن هل في هل هناك أه الناس أه القانون سيد عمر أه هل هناك منطقه على على ذكر انت قد صنفت يعني الـ الـ المسألة على مستوى الجمهورية فنعود إلى تعز هل هناك أحياء معينة يعني تعاني من الانفلات أكثر من غيرها انفلات السلاح أقصد أكثر من غيرها من المناطق والأحياء في مدينة تعز أم أن الأمر يعني عم وطم أصبح الأمر يشتبه على الكثير لا يمكن تحديد منطقة برمتها قبل مم. أشهر عندما كانت هناك العصابات المنظمة عصابة الإرهاب كانت هناك الجريمة تتركز في مناطق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من مدينة تعز ولكن خرجت هذه العصابات وتم ملاحقتها وأصبحت الآن في الأرياف وفي محيط سيطرات اللواء 35 الذي ينبغي عليه ان ان يقوم بواجبه ويستكمل دور الالويه التي قامت بطرد هذه العصابات الجريمه موجوده في كل منطقه وموجوده داخل المدينه وخارجها وأيضا الجريمة موجودة داخل مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لا يمكن الإغفال أن هناك جزء من مدينة تعز تحت سيطرة الميليشيات الحوثية جرائم شنيعة وجرائم بشعة ترتكب دائما ولا يتم الحديث عنها خوفا من القبضة الأمنية التي يعاني منها الناشطون والذي يعاني منها الناس في والضحايا في أنفسهم أيضا لا يمكن يتم تخويفهم وترهيبهم ممكن. ويتم حل القضايا عن طريق السلطات الحوثية عن طريق المشرفين وعن طريق الحلول القبلية. بالضبط. كيف تقيم أداء إدارة الأمن داخل محافظة ومدينة تعز تحديدا؟ إدارة الأمن مؤسسة تعتبر عادة من جديد وبنية من الصفر حصلت مؤخرا على الدعم. القليل من الدعم ولكنه يكفي لإثبات سيطرة الدولة وهيبة الدولة بالأخير لاحظنا جميعا أن هناك حضور واستعداد لدى الناس للتعاون مع الدولة ولي للكشف عن المعلومات ولادلاء بشهادات الناس يمتثلون القانون وعلى السلطات الامنيه خاصه اداره شرطه تعز وعلى البحث الجنائي ان يكثفوا جهودهم وان يتبنوا القضايا خاصه القضايا التي تمس الراي العام والتي والتي تثبت وجود الدوله من عدمها نعم. البلاغات التي تسجل من خلال صفحات الناشطين يجب ان يتم الاهتمام بها هذه ساعود لهذه النقطه لان لأن, لان هذا الامر لا. يقودنا للحديث عن الدور القضاء والنيابات هل هو حاضر ام غائب ام مغيب برايك نعم اخي الكريم، استكمل النقطة السابقة الفضل. وان على السلطات الامنية ايضا ان 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 تراعي تطبيق القانون في عملية القبض والمداهمة والتفتيش وان وان تحاول ان تمثل الصورة النبيلة للدولة ان تتجنب التجاوز لاستخدام السلطات والتعسف وايضا ان تكون منصفة مع الضحية وايضا وان تحافظ على المتهمين شاهدنا الكثير من عمليه قتل الملاحقين امنيا وهذه ظاهره خطيره يجب ان يتم ان يحاول سلطات الامنيه تحاول القبض على المتهمين ليتم محاكمتهم وهذه وهذا هو الانجاز الاكبر ان يتم محاكمه المتهمين هو الانجاز الامني الاكبر اكثر اهميه من قتلهم حتى لو كانوا متورطين بقضايا قتل يجب القبض عليهم قانون قانون الشرطه ينظم عمليات الضبط والملاحقه و و وتطلب الكثير من الشروط التي يتم اتخاذها قبل إطلاق النار على المتهمين أو الملاحقين أمنيا حتى لا تضيع الحقيقة وحتى لا يضيع إنصاف القضايا على المظلومين وعن طريق أحكام قضائية وعن طريق سيف الدولة نعم إذا ما انتقلنا إلى بالنسبة الذي تحدثت إليه وهو القضاء أيضا تفضل بالنسبة للقضاء أيضا عانى القضاء من 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 غياب مؤسسة القضاء معظم ابنيه القضاء لا زالت اما في خطوط النار او منهوبه بالكامل او حتى الملفات موجوده داخل ابنيه لا يتم الوصول اليها المحاكم معطله ولكن تم بناء مؤسسات القضاء من جديد وتم استعادتها بجهود الكثير من النبلاء القضاه ورجال النيابه العامه والمحامون ونقابه المحامين مشكوره كان لها الدور وايضا مجلس القضاء الاعلى مشكورا كان له التجاوب الكبير في هذه النقاط آه، تم استعاده مؤسسه القضاء حاليا القضاء موجود آه، يعاني فعلا من بعض القصور من بعض الضعف فيما يتعلق في الحمايه الامنيه في فيما يتعلق في القضايا التي يواجهها او التي يتهم فيها اشخاص لديهم نفوذ هناك نوع من الضعف ولكن القضاء موجود القضايا لا تضيع ولا تسقط بالتقادم وجميع القضايا التي نتحدث عنها هي قضايا جسيمه هذه القضايا الجسيمه لا تسقط بالتقادم يجب على الضحايا ان اهالي الضحايا ان يقوموا بتوثيق جرائم الجرائم التي ترتكب ان يقوموا بتسجيل تقارير طبيه ان يقوموا بتدوين الشهادات وتسجيلها نعم. وان يقوموا ايضا بحفظ حقوقهم اذا عجزوا حاليا عن تقديم ال وإذا كان الطرف الآخر مستقوياً بنفوذ معين. ولكن حالياً اللي يجب عليهم الآن هناك إمكانية لتقديم الشكاوى هناك إمكانية لملاحقة المتهمين ولو كانوا على مستوى كبير النيابة العامة مشكورة تقوم بجهودها وإن كانت هناك بعض القصور أو جهل القصور ولكنها بالأخير هناك هي مؤسسة قضائية يعول عليها كثيرا في في إنصاف الضحايا وفي بناء الدولة وفي تقويم العديد من الاختلالات التي يقوم بها رجال السلطة وأيضا رجال العصابات وأيضا الحياة العامة تعتمد أيضا على القضاء بشكل أساسي إذا أنت تطمئن المواطن بأن القضاء موجود في حدود دنيا معينة سيتم يعني البناء عليها وأنت تدعوهم إلى الاحتكام إلى القضاء والعودة إلى المنظومة القضائية وبالبلاغات وتقديم أيضا يعني قضاياهم حتى تلك القضايا التي لا علاقة لها بالأحداث الآن. طيب بالنسبة لنبل الحضور للدولة كما ذكرت ضحايا الانفلات الأمني هل يتم معالجتهم على نفقة الدولة أم أن الضحية هو من يتحمل أيضا تبعات هذا العلاج وهذه التكاليف غالبا يتم يتحمل الضحايا ويتحمل أهليهم أعباء علاج الضحايا بعض القضايا التي تصل إلى الرأي العام يهتمها بعض فاعلي الخير وبعض رجال الدولة ولكن هذه ظاهرة قليلة معظم الضحايا يتم علاجهم عن طريق أهاليهم بعض المحسوبيات يمكنها أن تعالج بعض الضحايا على حساب الجيش وعلى حساب الضحايا الذين محسوبين على ضحايا الحرب هذه جرائم جنائيه فعلا وهناك فصل بين ضحايا الحرب وضحايا الجرائم والانتهاكات الجنائيه ولكن يجب ايجاد قنوات لمعالجه هؤلاء الضحايا بالاخير كل ضحايا المدينه سواء من انفلات الامني سواء من الحرب هم ضحايا الانقلاب الحوثي هم ضحايا الانقلاب الذي اتى بهذه الحرب والذي دمر مؤسسه الدوله والذي غيب حضور الدوله اذا يعني كيف يمكن للمواطن في هذه الحاله اذا لم يكن محسوبا على احد او لم يستطع ان يجد من يتبنى مساله علاجه ويعني قد وقع ضحيه لهذا الانفلات لمن يلجا؟ نتمنى ان تقوم الدوله بواجباتها، نتمنى ان تهتم وزاره الصحه بتاثيث المستشفيات وتاهيلها هناك جهات داعمة تدعم بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ولكن عملية الكبيرة تتطلب الكثير من الأموال التي لا يستطيع تحملها هذه الضحايا هناك تفاقم لحالة الجرحى بعضهم يلقى إلى المؤسسات الخيرية بعضهم نعم. يلقى إلى فاعلي الخير لكن قانونا من, الملزم من الملزم بتعويض هؤلاء من الملزم بالتكفل بعلاجهم يعني عقب تعرضهم للأذى ثم تعويضهم لاحقاً في الجرائم الجنائيه يتحمل الجاني مسؤوليه كل ما يتعرض له الضحيه من تكاليف علاج من اضرار نفسيه ومن اضرار ماديه ومن ايضا من تعطله عن الكسب هناك منظومه قضائيه ومنظومه قانونيه تعالج هذه الحالات بشكل كامل ولكن المشكله في تطبيق القانون، المشكله في تنفيذ الاحكام، المشكله في طول المده التي يحتاج اليها الضحايا للوصول الى حقوقهم ولكن ندعو المواطنين أن يقوموا بالانتصاف لأنفسهم باللجوء إلى مؤسسة الدولة ما ضاع حق وراءه مطالب <applause> عليهم اللجوء إلى سلطات تسجيل قضاياهم استخراج تقارير طبية وتوثيق تكاليف <applause> علاجهم سواء كانت على نفقاتهم أو على نفقات فاعلي خير هذه هذه التكاليف يجب ان يتحملها الجنات يجب ان يتحملها المجرمون هؤلاء المجرمون وان كانوا محسوبين على الجيش الوطني وان كانوا يسيئون اليه وان كانوا محسوبين على اي طرف يجب عقابهم ويجب على المؤسسه الامنيه ان ان تساند جهود الضحايا وان تنفذ فورا اي ارساليات او اي مذكرات بالقبض واحضار الجنات ولو كانوا في مقراتهم العسكرية وإحضارهم وإخضاعهم لسلطة القانون هنا نحترم القادة العسكريين وهنا نقول بأن هناك عودة لمؤسسات الدولة واحتراما للسلطات نعم هل هل الأمر برمته من خلال ملاحظتك ومتابعتك كناشط وكمحامي أيضا موجود في الميدان هل الأمر عرضي مرتبط بمسألة كما تفضلت صراع على مصالح يعني تحول إلى صراع مسلح داخل المدينة أم أن المسألة لديها بعد آخر من خلال الملاحظات الشخصيه والتي يلاحظها الكثير من الحاضرين في المشهد الواقع في مدينه تعز الجريمه المنظمه ظهرت بعد فتره من بدء الحرب، في السنه الاولى للحرب لم تشهد المدينه جرائم جنائيه، كانت هناك حاله من السلام الاجتماعي داخل المدينه حاله عجيبه لم تحدث حتى قبل الحرب، لم تشهد م. حوادث انتهاكات، لم تشهد جرائم قتل، لم تشهد نهب في السنه الاولى التي غاب عنها المجرمون واصحاب المصالح الضيقه والعصابات المنظمه التي كانت اما محيده او خائفه من ميليشيات الحوثيه ولا تريد ان تكون محسوبه على المقاومه الشعبيه ولكن بعد ذلك عندما ظهر الجيش الوطني وظهر اصحاب المصالح برغبتهم بالانضمام للجيش الوطني والحصول على رواتب بدات تتجمع هذه العصابات المنظمه واصبحت تشكل خطرا على المجتمع يدفعها مصالح ضيقه واحيانا تكون مدفوعه من ميليشيات الحوثيه في بعض التحقيقات التي اطلعوا عليها هناك اطراف مدفوعه من ميليشيات الحوثية كانت تساهم في الانفلات الامني وتساهم في عمليه الاغتيالات مدفوعه من من الانقلابيين ولديهم علاقات صريحه وواضحه وضبطت عدد من المراسلات والعلاقات هذا هذا يفسر بعض هذا ال... يفسر يعني بعض الغموض القائم لان هذه المدينه كما نعرف جميعا نعم وهذه المحافظه عموما هي محافظه القانون ومحافظة لا يمتثل فقط سكانها للقانون بقدر ما يتوقون له في يعني طوال تاريخ نضالهم من أجل إيجاد دولة مدنية سيد عمر هل من رسالة أخيرة تود توجيهها من هذا المنبر ولمن ترسلها الرسالة الأولى للقادة الأمنيين الرسالة الأولى للقادة الأمنيين سواء قادوا كانوا في المؤسسة الأمنية أو في مؤسسة الجيش عليهم ان يقوموا وان يتحلوا بواجباتهم ويتحلوا بروح المسؤوليه وينصفوا الضحايا من انفسهم ومن اتباعهم قبل ان نعم. قبل ان يقوموا بالمطالبه بانصافهم ايضا من الارهابيين الجيش في مصلحه المواطن وليس العكس وليس المواطن في مصلحه الجيش ويخدم الجيش عليهم ان يقوموا بتفعيل مؤسسه الرقابه تفعيل المؤسسات القانونيه والدوائر القانونيه داخل مؤسسه الجيش، عليهم ان يقوموا باتخاذ الاجراءات التي المخوله لهم قانونا بالحبس، بالتوقيف، بايقاف الرواتب، هذه الاجراءات وان كانت بسيطه ولكنها فعاله في مواجهه هذه العصابات وحتى يتخلص الجيش من الاشخاص الذين يسيئون اليه، لا نريد ان نسمع ان هناك اساءه للجيش الوطني بينما تحدث جرائم من اشخاص محسوبين للجيش الوطني على الجيش الوطني لا. اولا ان يضبط افراده وان يقوم بواجبه ثم جميعا نحن في خدمه الجيش الوطني ومساندين اليه والمجتمع صحيح. بشكل عام يعتبر بيئه حاضنه كبيره لهذا الجيش والذي يعتبر انجاز كبير ويعتبر تطلع كان يتطلع اليه ابناء مدينه تعز. الرساله الاخرى للمسؤولين الامنيين عليهم ان يتحلوا بروح المسؤوليه السلطات الامنيه ان تتجنب الرشاوي ان هناك ظاهره من رشاوي هناك ظاهره فساد بسيطه يجب الانتباه اليها وايقافها مبكرا نحن على اعتاب ذكرى ثورة فبراير المجيدة ونحن في مدينة تعز مدينة الثورة نتطلع إلى أن تكون هناك مؤسسات قوية تمثل روح الثورة وتمثل روح القانون وتمثل تطلعات الناس وتضحياتهم مدينة تعز منذ ثمان سنوات وهي تقدم الكثير تتطلع إلى القانون تتطلع إلى حضور مؤسسات الدولة ولا أكثر ولا تريد أكثر من ذلك رسالتنا أيضا إلى النشطاء الإعلاميين أن يكون أن يستوعبوا مسؤوليتهم هناك مسؤولية أيضا تاريخية ولديهم أيضا حضور ولديهم قبول لدى الناس بأن يكونوا على قدر المسؤولية ويتجنبوا المواحكات ويتجنبوا أيضا الاصطفاف إلى جانب شخص أو ذاك في القضايا الجنائية القضايا الجنائية معم. يجب الاصطفاف فقط للقانون ومع الضحية رسالتي أيضا إلى الدعاة إلى الوعاظ إلى خطباء المساجد أن يقوموا بتفعيل منابرهم لخدمة المجتمع وأن يتجنبوا القضايا الفلسفية والقضايا الفسطاطية التي لا طائل منها يجب عليهم ان يركزوا على قضايا خدمه المجتمع وعلى قضايا التي تنصف الضحايا وان يقوموا بدورهم الارشادي والوعظي على اكمل وجه مسانده مسانده لمؤسسه الدوله والى جهودها الراميه لاستعاده الحياة الطبيعية ورسالة أخرى أيضا إلى جميع أبناء مدينة تعز سواء كانوا ضحايا او شهودا على على جرائم مرتكبه امامهم انتم جميعا اما ضحايا او ضحايا محتملون اذا سكتم عن هذه الانتهاكات واذا لم تبادروا بالوصول إلى مؤسسة الدولة وتقديم شكاوى وبلاغات وتوثيق الجرائم التي ترتكب أمامكم في كل حي وفي كل شارع أنتم شهود أنتم شهود وأنتم أيضا بهذه الطريقة تحافظون على أنفسكم مستقبلا وتساندون دور مؤسسة الأمنية التي تتعافى والتي يجب أن نكون مساندين إليها مساندين لها في استعادة الدولة رسائل في غاية الوضوح والتركيز شكرا لك المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري كنت معي من مدينه تعز. مشاهدينا الكرام شكرا. انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب. الطفل المغدور نوران مجيب تمرست في امان الله.